فن الرسم على الملابس من الفنون اللي يحتاج لها مهارة واحترافية، وخصوصا بطريقة اختيار الألوان ودمجها. لذلك اليوم معانا الفنانة التشكيلية نور بزرباشي، راح نتكلم عن آخر صيحات الموضة بفن الرسم على الملابس. مرحبا نور، اهلا فيكي، نورتي برنامج كهرمانه وانا ليش شرف بوجودي معكم. نور، مثل ما ذكرت فن الرسم على الملابس من الفنون يحتاجها كلش مهاره، يحتاج لها احترافيه، واتخيل صعب تختارين الديزاينات ودائما تطلعين بفكره جديده. هذا اصعب الشيء اللي هو الاستمراريه اكثر من انه تبلشي، هلا تبلشي الناس بيكون عنده مخزون افكار، بس بعدين لازم دائما تبدعي حتى العالم تضل اتراكتت لها القصه، وخصوصي انه هي فن الرسم جديد على الموضوع، على الفاشن، مو انه من زمان موجود بس هلا طالعه موضته اكثر بعد. صحيح، فلذلك لازم دائما تعملي كولكشن جديده، تجددي بالقمايش، تجددي بالديزاينات، تلحقي شوفي موضه، يعني لازم دائما تكوني متابعه مع السوق، يكون في شويه ذوق. صحيح، هسه مثل اني انت لابسه كولكشن الزبره، مثل ما نعرف كولكشن انا عندي اياه كل هلا الجديد اللي عملته من شنات للابوع للشفقات، اني ضليت لابستها شفتي، بس شوفي كيف هيك هذا كله حطيت مع تاتش اوف زبره هيك حتى ما اكثر كثير، ما يطلع شوي اوفر كمان. هي شغله صعبه وحلو انه اختاريتي قماش اللنن، اتصور كلش موضه اللنن كثير موضه، يعني هلا دبي، وخصوصي دبي شتاء دبي هو هيك بس عفية، مش اكثر يعني. صحيح، فمختاره مثل ما قلتي انواع القماش الفخم يلي هو اللنن الفخم، كمان في انواع لللنن. هاي القطعه السوداء كلش حلوه، حتى تصميمي حتى هي قصتي وبعدين فصلتها وبعدين رسمتها. حلو، تختارين القماش وتسوين ديزاين الملابس، يعني وحده بتحس حالها كثير مميزه لانه هي عم تلبس شغله فروم سكراتش، كانت قماشه رسمت عليها، وكمان بتضيف اللمسه الانثويه دائما بالموضوع، لانه انا كثير بحب الفيمينين هيك الايتمز، ان كان سلك ولا ان كان ساتان او شيء. والرسمه دائما اذا بتلاحظي بحاول قدر الامكان تكون مو كثيره ونفس الوقت مو قليله، كمان تكون ما مبينه، يعني صحيح يكون مناسب الموضوع. هي على فكره عندي اياها بس سيلر، انا دائما بيسالوني بيقولوا لي انه كيف بدنا نتعلم الرسم على الملابس، بدنا دوره رسم. لا، انت تعلمي الرسم، واذا انت في احترافيه بتصير هيك كثير حلو. طبعا الاشياء حلوه، وحبيت همينه نور البليزرز، مثل ما نعرف البليزرز من الديزاينات اللي ما تروح ابدا مودتها. مزبوط، شفتي هذا الازرق، الالوان الاورنج، شفتي الكلر بلوك هلا هي بالشتاء عندنا اياهم، ما بقى في موضه انه شتاء اسود. صحيح، لا الشتاء صار ملون الفرح. شوفوا هذا حلو انه مشيتها مثل تطريز. صحيح، والرسمه انه اختاريتي الزناجيل، احنا بالعراقي السلاسل، يعني السلاسل انا كمان هي مشهوره فيها. صحيح، كثير حلو. القصات انا بهتم مو بس بالرسمه، انا بهتم تكون كواليتي حلوه لللبس. ان شاء الله رح يعني بالمستقبل بتشوفوا انه كيف بتفرق، يعني الكواليتي هي الرسم، مو بس الرسم، الرسم بالكواليتي كمان. صحيح. هذه ايش قد حلو، خاصه المحجبات. ايوه كلش حلو، مع اختيار الربطات انه تكون من ورا شوي مبنس، ما يكون كثير هذا كلش حلو. كثير اللون البيج هالسنه كمان بعد كثير موضه، والقماش اذا عم بتلاحظي كيف مختاره الفيمينين فابريكس حتى هيك تبين انوثه اكثر. كثير في عالم بتحب تلبس قطعه واحده، الجمب سوت دائما من القطع اللي دائما نتكلم عنها بكهرمانه، لانه قطعه سهله وحلوه اختيارها اذا حدا محتار مستعجل بده، يعني وبعدين بدك تنسقي معه شيء، هذا بتلبسي معه فلات بيطلع حلو، بتلبسي معه كعب اللي عندنا من الجنط اللي فينا مثلا نلبق هيك الكلتش معه بتطلع صباحيه، اذا حطينا معه سنتير ليلي بالاسود بتصير ليليه، بتلبقي مع الشنطه هي. صحيح، يعني ما بس بتلبسيه بكذا طريقه، طبعا مع حذاء رياضي والشفقه اللي السبورتي حتطلع سبورت. صحيح، والحلو مسوي كولكشن جديد اللي هو مثل ما تشوف ما تحب احب ما تفعل. حلو انه بالفتره الاخيره الناس بدنا نشوفهم يروحون للجيم حتى يحبون يلبسون ملابس رياضيه، يحبون يصورون، يحبون تكون ملابس شيء مختلف. فحبيت الكولكشن هذا الموضوع انه يكون شيء كوت حلوه هيك انا بحبها، وهي عن جد تعطي بوزيتيف انرجي، طاقه ايجابيه، ويكون كثير مريح. القطن هو مصري، يعني قطن اورجانيك. صح، والاوفر سايزد هو احلى شيء لما الوحده تلبسها على الجيم اوفر سايز. حلو، انت مختاره كتابه، الكتابه شنو؟ افعل ما تحب واحب ما تفعل. حلو، حبيت النصيحه، يعني هي تمثلني هي النصيحه، هي النصيحه لكل السيدات. طبعا نسقت معها طبعا كلياتنا ما بقى بنحسن غير يكون كله مرتب مثل ما قلتي، كلياتنا بنتصور وين ما رحنا. اكيد. فحلو الشفقه هاي وياها، حتى انه بافري داي مو شرط انه تكون للجيم، انه الرسم اختاريتيه بطريقه كلش حلوه نور، وبنفس الوقت انه بدمجتي الوان مختلفه واختيارك الاقمشه بعنايه حلوه. أيوة مثل طبعاً. هاي الجنطه شوف الالوان، شفتش مختاره بها عده الوان. تمام. هي الشنطه هي السكين تبع الاوستريتش، يعني النعامه جدا نعامه عليه. الالوان فيها هي التحدي اللي عندي اياه، انه ما يروحوا لانه الجلد كثير صعب يمشي عليه اللون، بيمشي لانه فهذا كذا طبقه بيحتاج. وطبعا كيف من انه من قدام حطيت كثير، من ورا حطيت وحده بس. وهي الشنطه فيك تشيليها هيك وفيك تشيليها بهي الطريقه يلي هي مثل كلتش. شوفي ما احلاها، كثير حلو كثير حلو عن جد، كثير حلو. اللي لفت نظري الكوت اللي مخليتينا اياه هسه احنا فصل شتاء. هذا عندي اياه ان شاء الله، هي اول شيء من كولكشن الشتوي. الشتاء الجوخ، هذا القماش اللي هو مثل نوع الجوخ، اللون هذا البيج اللي هو تايمليس كولر. القطعه هي عندك اياها مرسوم الالوان بطريقه البامكن، حتى استوحيت من الخريف وهالالوان وهالاجواء. وهذا النوع من القماش بتلبسيه فوق جينز، فوق جوجر، فوق اي نوع من اللبس بيلبق له، بيعطي كلاسي ونفس الوقت مميز، مش مو ممل. كلش حلو هو هاي الاشياء. طبعا الكولكشن ما شاء الله واسعه. ما اعرف عن شنو احكي. اخر شيء شوفينا قطعه مميزه عندك نور. انا كل قطعه هي محببه على قلبي، يعني الصراحه ما عندي شيء يعني مو انه كله انا لانه بعمله، بس القطعه مميزه والعالم كله كثير بيحبوها. عندي اللي هن القفطين، صح، عندي اياها نمبر 1. شوف هذا يجنن الالوان، الشواروفسكي. انت لاحظتي الشواروفسكي ستون؟ شوفي كيف من العين من عليه، كلش حلو. هذا مرسوم يعني وكيف على الخصر بيجي، تلبسيه قطعه وحده وخلص، ما بيشف ولا شيء. وهذه همينه طبعا هي مفتوحه من قدام، تلبسيها رمضان غير رمضان طبعا على البحر. انه صارت هاي القطع مو بس انه تكون سبيشالي لرمضان، لا حتى العالم تلبسها على المول، ما بقت العالم تلبس عافية. واحد مستعجل لما يريد يلبس اي شيء يكون مرتب، تمام، انه يلبسها ويطلع بطريقه انيقه. تمام. إن شاء الله نشوفك عالميا أكثر وأكثر، ونورتينا. وأكيد لنا لقاء ثاني بكولكشن الشتاء حبيبتي. شكرا كثير لك.